تتفق الأديان الكتابية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام حول عقيدة المنجي والمصلح العالمي في آخر الزمان، والتي تعتبر من العقائد المهمة والأساسية. وعلى الرغم من هذا التوافق، إلا أن هناك اختلافاً في تفاصيل وجزئيات هذه العقيدة من دين لآخر. وفيما يخص الديانة المسيحية، فإنها تنتظر وبشوق كبير المجيء الثاني للمسيح عليه السلام، الذي صرح به المسيح نفسه في أسفار العهد الجديد، وقد أعطى علامات هذا المجيء وما سيحدث فيه. والمسلمون أيضاً يعتبرون هذه العقيدة من الأمور الضرورية المتسالم عليها، وأنه لو لم يبق لهذه الدنيا يوم أو ساعة واحدة لأطال الله هذا اليوم والساعة حتى يظهر المهدي الموعود ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. وننقل فيما يلي نصوصاً من كتب المسيح على أن ما فيها من مضامين تخالف عقيدة التوحيد الصافية، إلا أننا نقتفي شاهدنا في هذه النصوص وهو مجيء النبي عيسى عليه السلام، حيث يذكر سفر أعمال الرسل التالي: وبينما هم ينظرون إلى السماء تلاميذ المسيح وهو المسيح يبتعد عنهم، ظهر لهم رجلان في ثياب بيض وقالا لهم: أيها الجليلون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ هذا الذي صعد عنكم إلى السماء سيعود مثلما رأيتموه ذاهبا إلى السماء. وأيضا جاء في إنجيل مرقس حول مجيء المسيح نقلا عن المسيح قوله: وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق فالشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه ونجوم السماء تتساقط والقوات التي في السماوات تتزعزع وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد. وهناك روايات تنقل عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حول مجيء المسيح ونزوله إلى الأرض بعد ظهور الإمام المهدي عليه السلام، ومنها: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وفي حديث آخر نتحدث عن اللقاء الذي سيتم بين عيسى عليه السلام والإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، حيث ينقل عنه صلى الله عليه وآله قوله: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، وإمام الناس يومئذ رجل صالح، فإذا كبر لصلاة الصبح وتهيأ للصلاة نزل عيسى ابن مريم عليه السلام، فإذا رآه عرفه فيرجع يمشي القهقرى ليتقدم عيسى ابن مريم عليه السلام، فيضع عيسى عليه السلام يده بين كتفيه فيقول له: صلي فإنما أقيمت الصلاة لك، فيصلي عيسى وراءه. وتكاد تعتبر مسألة رجوع المسيح إلى الأرض في آخر الزمان من الأمور التي تتفق عليها جميع الفرق والمذاهب الإسلامية لكثرة الروايات بهذا الخصوص. ما هو دور النبي عيسى عليه السلام في زمن ظهور الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه؟ قد يبدو أن الله سبحانه وتعالى اختار النبي عيسى عليه السلام لوجود نسبة كبيرة من المسيحيين في العالم بعد الظهور، والقوة المسيطرة تكون مدينة بدين المسيحية، فيظهر النبي عيسى عليه السلام ليؤكد على خلافة الإمام المهدي عجل الله فرجه ونصرته، ويأمرهم باتباعه، وذلك بدلالة واضحة وصارخة، وهذه الدلالة هي الاقتداء به في صلاته ببيت المقدس.